أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات بحلقة جديدة من عمالقة الصبر. نحييكم كل يوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين، متمنين الحرية لكامل أسرانا وأسيراتنا. التحية لكامل عائلاتنا في هذا اليوم الفضيل وفي هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. وإن شاء الله كل عائلات الأسرى بيجتمعوا مع أحبتهم قريبا محررين خارج غياب السجون. راح يكون اليوم معنا في الاستوديو والدة الأسيرين محمد ورمزي براش من مخيم الأمعري. أهلا وسهلا فيك خالتي عبر برنامج عمالقة الصبر. محكومين مدى الحياة أبنائك، وإن شاء الله بكون عمر الاحتلال أقصر من هذه الأحكام الظالمة. وراح يكون معنا مشاهدينا من الداخل أسرة عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ كريم يونس. حياكم الله أيضا عائلة الأسير كريم يونس. بدنا نبدأ من عائلة الأسير كريم يونس اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر لنكون إلى جانب هالعائلة اللي كريم بفتقدها، ونحيي أيضا عائلة الأسير ماهر يونس اللي حاولنا أيضا أنه نكون معهم إن شاء الله خلال الأيام الجاية بنقدر أنه نتواصل معهم ونكون معهم، لأنه بشرفنا أيضا نكون إلى جانب عائلة الأسير ماهر يونس. عائلة الأسير كريم يونس، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا أمي. وانتم بألف خير حبيبنا يا نديم. أخي نديم، اليوم هالجمعة هاي اللي إن شاء الله حاليا بيكون كريم يشوفها، يعني أكثر من 38 عام كريم بتمنى يجتمع عمائدة الإفطار مع هالعيلة. أكيد كريم، هناك 5000 أسير، 5000 بيت يفتقد الأسرى على طاولة الإفطار. احنا كل ليله بنحجز له محل، وهذا المحل راح يظل ينتظر حتى يحضر كريم هنا ان شاء الله وتتحرر كل البلاد. كريم في قلوبنا وكريم حاضر معنا بطاوله الافطار كما كل باقي الاسرى. كل احترام نديم. نديم، تحكي لنا عن كريم في شهر رمضان المبارك قبل الاعتقال، اذا بتذكر ملامح. انا بعرف انه معظم حياه كريم داخل سجون الاحتلال، بس اذا بتذكر ملامح لا كريم قبل الاعتقال في شهر رمضان المبارك. يعني كريم اكيد انا بتذكره في هذه، هو الوحيد اللي كان يسوق السياره وكان هو اللي يهتم بالمشتريات والمقتنيات، كان الكبير فينا في العيله، يساعد الاب والام في تحضير المائده، وكان يهتم حتى لما في فقدات رمضان هو اللي كان يرافق ابوي لزياره الولاية. وهذا بتذكر هذا الملامح من كريم، يعني الله يا ربي فيك أسره. يعني أنا اسمح لي أني أعايد باسم كل الأسرة على كل عيلتك. بدي تعرفني على الموجودين حوالين الحجة الله يطول بعمرها أمنا الكريمة اللي حواليها، تعرفنا عليهم، تعرف كريم على هالأجيال المتعاقبة اللي ما شافش ولا واحد فيها. نعم، هنا بتكون سلفة كريم، الأخت حنان، المدرسة حنان مرت أخوي، والوالدة أم كريم أكيد الكل بيعرفها، أكيد علمنا كريم، وهنا ابني فضل الكبير، وأختي أخته يمنى، وهنا اسم كريم كمان عندنا حاضر، هذا كريم كمان الثاني في بيتنا، ابن أخوي حكيم، ابن أخوي الكبير. هذا كريم ابن أخوك. أي نعم. حياك الله. ناخذ كريم، خلينا ناخذ كريم الصغير. مرحبا يا كريم، كل عام وأنت بخير. أهلا، كنت بخير. شو حاب اليوم تحكي لعمك اللي تسميت على اسمه ولا عمرك شفته؟ إن أنا كثير بفتخر إنه اسم كريم، وبحب كون اسم كريم، ولما نروح أو على إشي يعني بحس إنه هاي بيعطونه أنت اسمك على عمك وإشي، فبحب هذا. حقك تفخر بكريم يونس لأنه هو مفخرة لكل فلسطيني. كريم ماهر يونس، نائل البرغوثي، عمداء الحركة الأسيرة، أبو شهد الطوس، إلكوا جميعا كل المحبة وكل التحية وكل الاحترام. خلينا ناخد إمنا أم كريم. كل عام وانتم بخير يا أمي. كل عام وانتم بخير. وانت بخير إن شاء الله، بتيجوا عند كريم وتشوفوا تقعدوا معها هون في البيت. يا رب يا رب يا كريم يا الله. خالتي أمي، أم كل فلسطيني، أنت اليوم باسم كل فلسطيني بنحكي لك كل عام وانت بخير. وإذا حابة تعايدي لكريم حاليا بشوفك على برنامج عمالقة الصبر، شو حابة تحكي له لكريم في هالشهر الفضيل؟ شو حابة تقول لكريم بهذا الشهر؟
كريم طول عمرك يا مصابر وصابر وسمعتك مليحة وخليك على ما انت وزيادة شوي ما تتراجعش احنا بنستناك لو مهما طال الزمن احنا بانتظارك احنا شفنا لك فيديوهات انه احنا متمسكين بالامل ودائما انت بتعطينا الامل لانه بعد كل هالعمر ولسه ام كريم يونس بتعطي الامل لكل ابناء شعبنا. هذا هو الشعب الفلسطيني العظيم وهذه الام الفلسطينيه العظيمه اللي دائما ننحني لها اجلالا واحتراما لهذا الصبر الطويل. ام كريم رمضان بمر صعب، 38 عام محرومه من كريم على مائدة الإفطار الرمضاني، كيف بمر رمضان عليك يا أمي؟ 38 رمضان بدون كريم كيف؟ شو بمر علينا من عندهم اليوم؟ ويوم العيد حتى بتبكاش مناسة بس عليك بالنسبة إلي وأنا أنتظر كريم إن شاء الله قريبا يما بكون جنبك كريم بإذن الله تعالى إن شاء الله. إذا إلك كلمة أخيرة لكريم حابة تحكي له إياها، المساحة الكافية إلك يما. بقول لكريم الله معك يما، أنت طول عمرك كنت صامت وفخورين بيك وبتصرفاتك وبموقفك مع جماعة الانتباه، والحمد لله كل ما طلع واحد بكون بنهنيك مع كريم وكريم وكريم والكل بتطلعيتنا على كريم والحمد لله يا رب. شو نفسك تطبخي لكريم في رمضان؟ شو أكثر إشي كان يحب كريم قبل الاعتقال تطبخي له؟ كان يحب المشاوي أكثر إشي، كان يحب المشاوي يا رب البيت برضو يأكل منها. يا رب نقدر في برنامج عمالقة الصبر إنه نيجي للداخل لبيت كل عامر اللي تشرفنا في يوم من الأيام إن نكون فيه ونصورك وانت بتطعمي مشاوي لكريم بايدك يا رب العالمين ان شاء الله يا رب. كل احترام لك. نستكمل مع باقي افراد الاسره. اخي نديم تعرفنا على باقي افراد الاسره ورسالتهم لكريم. من خلفه زوجتي وبنتي يمنى. يلا تفضلي يمنى. شو بتحكي لعم كريم؟ انه دائما انا بحس كل عيد وكل رمضان انه مو حدي، بس خلص هيك أحس إنه حاجة مثلي، دايما بعد الأيام سنين. كديش عمرك أنت يا حبيبتي؟ كديش عمرك؟ عمري 9 سنين. إن شاء الله يا ربي قريبا بكون كريم جنبك. ناخد زوجتك أخي نديم، حياك الله أختي الكريمة اليوم على برنامج عمالقة الصبر. شو حاب اليوم تحكي لكريم اللي يعني للأسف ولا مرة التقيته على أرض الواقع؟ للأسف ولا مرة التقينا على هذا الواقع، وأملنا نلتقي فيه قريبا إن شاء الله. كل رمضان وكل يوم نتأمل إنه الفرج قرب، وإن شاء الله الفرج قريب لكريم ولماهر ولكل الأسرة يا رب. بالرغم من اعتقاله إلا أن كريم يعني كل يوم حاضر في بيتكو، أنا يعني هذا الحكي لامسته عند كل الأجيال لما جينا على هذا البيت. كريم حاضر مع الكل والكل بتذكر كريم، لأنه ما في مناسبة وما في يوم ما بنعيشها بالإشي. طبعاً بوجود الوالدة اللي هي دائماً بتذكرنا بكريم وبتذكر الأولاد بكريم، وإن شاء الله أنه كريم ما بيكون معنا وبيكون قسم بهالقعدة إن شاء الله يا قريباً رب. يا رب تيجوا عنا ونعمل مقاولة معنا يا رب. كل احترام. نأخذ زوجة شقيق كريم، فضلي. بقول له كل عام وانت بخير، كل رمضان بنقول ان شاء الله رمضان الجاي بتكون بيننا ونستناك نتامل هاي المره انه خلص يعني قبل رمضان الجاي يكون كريم بيننا. كل احترام لكم جميعا. ضايل هالطفل بلاش يزعل علينا وبلاش كريم يزعل علينا. كيفك يا عمو؟ أنا فضل، بتمنى تيجي عنا تقعد برمضان أو اليوم إن شاء الله ونقعد مع بعض ونتغرب، وإن شاء الله قبل كل إشي تبقى صحتك منيحة. إحنا بنعرف إنه أنت قوي أقوى من السجانين، بس بدنا إياك تبقى برضو قوي بصحتك يا رب. أخي نديم، أمي أم كريم تحية
فلسطينية من القلب إلى القلب لكم جميعا، يعني عائلة مناضلة نعتز ونفتخر بها، عائلة كريم يونس. إن شاء الله أخي كريم بيكون شاف هذا المقطع لنفتح بارقة أمل ونزرع بسمة بالرغم من الآلام المتراكمة، وإن شاء الله كريم بيكون بينكم قريبا خارج غياهب السجون إن شاء الله. كريم وكل الأسرى يا رب. يا رب، كل احترام، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. إذن مشاهدينا، هذه أسرة كريم يونس، يعني نشعر بالفخر بعائلات أسرانا الأبطال الصامدين، ولكن أيضا نشعر بالأسى لسنوات طويلة تمر دون أن يحتضنوا أبنائهم كريم يونس، ماهر يونس، نائل البرغوثي، أبو شايل الطوس، عمداء الحركة الأسيرة، لهم جميعا كل المحبة وكل الاحترام والتقدير. ننتقل إلى الاستديو، معنا أيضا والدة أسيرين محكومين مدى الحياة، رمزي ومحمد براش، نوجه لهم كل التحية ولكامل أسرانا كل المجد وكل التحية. أهلا وسهلا فيك يا خالتي، وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير. إحنا كنا مع عائلة الأسير كريم يونس، عميد أسرى فلسطين والعرب، وشعرنا بالوجع وشعرنا بالألم، ولكن دائما برغم من الآلام المتراكمة بنشعر إنه عائلة الأسير بتعطينا الأمل والتحدي والصبر. أنت أم أسيرين، تحكي لنا عن شهر رمضان في ظل اعتقال أبنائك 18-17 سنة، يعني إحنا بنحكي على أحكام طويلة. أنا بوجه تحيتي للأسيرين رمز براش ومحمد براش في داخل سجون الاحتلال، وبحكي لهم كل عام وأنتم بألف ألف خير، وإن شاء الله ما ينتهي رمضان هذا اللي إحنا فيه يكون أنتم عنا، وبحكي كل عام بخير لكل الأسيرات والأسيرين الداخلين داخل سجن الاحتلال، وكل عام أنتم بألف خير. بالنسبة لأبنائي يعني كرمزي ومحمد براش، شباب كانوا مرحين وما كانوا يتعبوني، الله يرضى عليهم. يعني كانوا، بدي أحكي لك كيف إن أنا بفتخر فيهم جدا إنهم فين، بتمنى إنه يعني يكون عندي لأحس إن أنا أمي. يعني 18 سنة كانهم عايشين في عالم تاني مش في العالم اللي إحنا عايشين فيه. يعني هاي من يوم الكورونا لليوم أنا ما سمعت صوتهم. صحيح. ما شفتهم، مش ما إيش صار عندهم، مش عارف يعني إيش صار عندهم. أنا بتمنى إنه يكون بصة من الأمل. نعم. إنه الاطمئنان على أبنائي هدول داخل سجون الاحتلال، وأشوف شو معاهم، شو صار معاهم. صحيح. إيش صار في عندهم، شو الوباء بعيد عنهم، عندهم محافظة للوباء أما فيش عندهم محافظة. أنا نفسي أطمئن على السجون، في السجون كأنا كأي أم. صح. في داخل سجون الاحتلال إنه بتحب تطمئن على أبنائها، خاصة أنا 18 سنة لهم معتقلين تخلين، بس إحنا بنشوفهم من وراء القضبان، يعني بنشوفهمش غير على التلفون الكلام معهم. بنحب إحنا برضو نتلمس أبنائنا، بنحب إن نحس إن إحنا أبنائنا معنا. نعم. مش بس إحنا أسمع صوتهم على مجرد صوت السن. فبتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى ما يخلص راح شهر رمضان يكون أبنائي عندي يا رب. إحنا من نذكر السادة المشاهدين بأرقام الهواتف 02-294-3396 و 02-294-3397 للمشاركة عبر برنامج عمالقة الصبر وإيصال صوتكم لأسرانا بالرغم من الظروف المحيطة. حكينا عن كورونا، إحنا شفناك الحمد لله صحتك ممتازة، دخلتي حاطة الكمامة، لابسة الجلوفز، ماخذة كل الإجراءات اللازمة. قديش أم الأسير بتتحمل وبتصبر من قلق تكون، يعني أنا عايشة مش شايفة ابني، مش شايفة كل هاي التفاصيل حاليا في كورونا. إحنا أطلقنا كثير حملات يعني لاستنهاض حالة المناصرة لأسرانا في ظل كورونا. أم الأسير بتنامش وهي تفكر في أبنائها في موضوع مثلا كورونا؟ يعني زي ما قلت أنت، شو كيف إحنا داخلين، دخلت بلبس كوينتات ولبس الكمامة، وإحنا مع إنه فيش عندنا وباء، من هذا ومن هذا من فضل ربي. إحنا عندنا هنا يعني في فلسطين الحمد لله فيش وباء، الحمد لله رب العالمين. فكيف هم اللي عايشين في وسط الوباء؟ يعني بتسمع فلان انه مرض وباء وين، لانه جاي عامل من عمال العمال للداخل. نعم. بتسمع في هذا ماتت ليش، لانه ابنها اجى من الداخل وسلم عليها. فكيف احنا اهل اسرى بكل ابنائنا عندهم وفي نفس الاعتقال وما يكونش قلبنا عليهم؟ هم دائما بيدخلوا بيخبط على الشبابيك، هذا دخول بالنسبه لهم، لهم لا دخل عند المسجن، اخبط على شبابيك وعدد لهم في احتكاك ما بينهم بين اليهود كثير. فبتمنى انه احنا نكون اطمئنان لنا ولا عن أبنائنا داخل الاحتلال بظروف المرض الوباء اللي داخل. يا رب. نحكي عن حمادة، حمادة اللي يعني له وقع خاص عند كل فلسطيني وأيضا رمزي، ولكن خلينا نخص حمادة اللي مر بظروف صحية صعبة للغاية.
حمادة اليوم وضعه الصحي، طمينا عنه، كيف ظروفه الصحية بعد ما بنعرف احنا انه يعني فقد النظر، وضع نظره صعب وبترت قدمه، تحكي لنا قديش وضعه صعب حاليا وكيف اموره حاليا داخل سجون الاحتلال؟ والله انا يعني اخر زيارة زرتها يعني كنت حابب اطمئن عليه انه كمان دور، بس لانه لسبب المرض الوباء هذا احنا ما زرناش. اخر مرة شفته انه وضعه سيء، حاطين له الاجر احنا حاولنا ندخل له اجر الكترونيه، للاسف ما اجت اجر الكترونيه، اجت اجر عاديه. بس احنا كمان بنشكرهم على الاجر العاديه اللي هي وصلت معه، بس احب ان اكون محافظه على ابني. كان مثلا دور في صدره التهاب، فانا بتمنى انه يكون هناك علاج لابني، انه داخل السجن انه الوباء هذا انه باذن الله تعالى انه يشفى منه. وكمان انه عنده في السمع، نعم، في مشكله في السمع، برضه بتمنى انه يكون هناك العلاج التام لاولادي في داخل السجن، لان اثنين بيشكوا من سمعهم. وكمان تنساش انه عنده فقد النظر، يعني انا 18 سنه واحنا بنعاني من فقد النظر، 18 سنه وانا بطلع على التلفزيونات وبتمنى منهم انهم يحطوا لابني اني زارة واحدة فقدها في المره، والثاني بحاجه زراعه قرنيه، يعني انا بتمنى ان يزرع لابني قرنيه ويشير يشوف بعينه، وبعين من يشوف فيها مش اعمى. فأنا بتمنى أن يشوف ابن الحياة في داخل السجن. إن شاء الله بشوفك قريبا وهو محرر يا ربي. إن شاء الله. معنا التحيات من المحرر يحيى الشعيبي، بحيي كامل أسرانا، عائلة الأسير والضاحع ديلي أيضا بتوجه التحية لكامل أسرانا، المحرر محمد أبو رزق من مخيم بلاطة بحيي كامل الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، أيضا عائلة الأسير علي عليان لكم جميعا كل المحبة وكل التحية، أختنا رغدة خضور بتوجه التحية لعلي وبتطمنوا عن أفراد العائلة، وأيضا يعني تحية لدكتور خالد ولكامل أفراد هذه العائلة. معنا أيضا كثير رسائل من خالد جودة بوجه التحية لكامل أسرانا، علاء الجعبة، نعمان أبو ربيع، كلهم بوجه التحية لكامل الأسرى عبر برنامج عمالقة الصبر. ومنذكر بأرقام التليفونات الموجودة على الشاشة، ولا زالت عائلة الأسير كريم يونس ومعنا عبر سكايب من الداخل حاليا معنا من خلال سكايب. نعم أخي نديم، أعود لك مرة جديدة عبر برنامج عمالقة الصبر، أنت بتشاهد الحلقة حاليا وبتشوف أيضا بوجع تراكمي لهذه الأم والدة الأسيرين رمزي وحمادة براش اللي أيضا محكومين مدى الحياة وبمروا بظروف استثنائية، الوجع واحد والألم واحد أخي نديم. أكيد هناك إحنا لما بنحكي عن فلسطين واحتلال، يعني اللي دام 70 سنة، هناك كان في مليون أسير، ما يقارب المليون أسير. تعرفنا على عدة عائلات في خلال الزيارات وخلال عندما يتحرر الأسرى، كنا نذهب وكنا نشوف ظروف صعبة جدا، يعني استشهدوا داخل السجون، شهداء داخل السجون، مرضى مع إعاقات مع أمراض مزمنة، أمهات اللي عندها شهيد وأسير أو اثنين وربما هدموا بيتهم لأكثر من مرة، الوالد استشهد، الأخ استشهد، كل هذه تعرفنا على عائلات، يعني عدة عائلات من هذا. ولذلك احنا يعني بنشعر انه هناك كريم صحيح 38 سنة ربما من عدد السنين، يعني هو كثير، ولكن نعرف انه ليس هو الوحيد، يعني هناك شعب كله تضحيات، شعب الذي يريد الحرية لابد ان يضحي وان يدفع هذا الثمن، وشعبنا معطاء ويدفع هذا الثمن ومستعد ان يدفع الاكثر بل والاكثر حتى تحرير آخر متر من أرض فلسطين واسترجاع كل حقوقنا وعودة اللاجئين إن شاء الله. هذه مأساتنا وهذه الضريبة لا بد أن ندفعها، فواتير إحنا كشعب دفعناها، وبنتأمل أنه يكون المردود قريب ونفرح بحرية كل أسرانا وتحرير كل الأراضي الفلسطينية. كل احترام إليك. خلينا ننتقل مشاهدينا إلى جنين لنكون إلى جانب عائلة الأسيرين منصور أبو عون وشادي موسى، دعونا نتابع. من جوا السجن يبعث سلاماته، يا مهمة حروب الوطن كتبت بدمعها، يا صوت مليان بدمعاته،
بدفى يصبر على ايام الجفا، يا صوت مليان بدفى يصبر على ايام الجفا، يا قلبه ينبض بالوطن كعشوق دقاته، قام القلم يرسم علم يكتب عناوينه، يتحمل جراح وغلم تشهد سنازينه. عيش كل عام وانتم بخير، انتم جميع الاسرى والاسيرات، وان شاء الله الفرج قريب لهم كلياتكم. وهاي أيام بتمر علينا حزينة لأنه منصور مش بيننا ومعنا، وأيام العيد كذلك بنحسش فيها لأنه مش موجود، وكل المناسبات اللي صارت عنا فرحتنا كانت فيها منقوصة، وبتمنى الفرج إله لجميع الأسرة والأسيرات. الله منصور، الأكلات اللي بحبها اللي بكي يحبها لليوم أنا بحبهاش وبوكلهاش، وفيها شغلات كثيرة بك منصور يحبها يعني، وبكي عملنا جو مرح وحنون على الكل وعلى الكرايب، ويحب اللمة احنا وكل العيله والقرايب. بستذكره لانه مش موجود عندنا، الواحد بضل هيك زعلان وتعبان، انه في بك يحب اكلات مثلا في رمضان، يحب هو بك يضل يمزح ويعني مال الدار، وان شاء الله ربنا بفرج عنه وعنهم عن كل الاسره، الله يوفقه الله يحفظه. بعدين يعني منصور سبع كويس الحمد لله. أهلا وسهلا فيكم في منزل منصور، وإن شاء الله رمضان كريم على جميع أسرانا وأسيراتنا والفرج العاجل لهم. حقيقة يعني منصور أنت تطرقت لموضوع مهم كثير، منصور الولد البكر اللي كان أمه لأبوه، فبالتالي الحمل كان على منصور وما زال الحمل على منصور. غياب منصور مش قصة سهلة ومش قصة بسيطة، السد والسند منصور، ولكن إيماننا بالله وثقتنا بأنه منصور رجل ويتحمل الصعاب ما زالت موجودة وقد الحمل والزيادة الحمد لله. كل اللي نتمنى الفرج العاجل إلهم. وبالنسبة للصغار، الأمور الصغيرة اسمه منصور، هذا منصور رقم 3 في العيلة، لأنه في كمان 2 منصور موجودين غيره، ومنصور رقم 4، فتيمنا كلياتنا منصور لازم نسمي منصور، لأنه المثل بيقول مليح كثر منه، فأكيد يعني منصور ومنتصر هم اسمين، وإن شاء الله أنه كد أساميهم، وإن شاء الله المنصورين أسرانا جميعا، أي أسير هو منصور ومنصور هو أي أسير. أكثر حد متأثر فيه بكون والده ووالدته، إحنا في كل لحظة بنستذكر منصور، عشان إحنا ما ننساش ولا لحظة لمنصور، أولادنا سميناهم منصور، فبالتالي كل الأسماء بتكون أنت منصور مكرر 24 ساعة موجود وذكره موجود. أكيد لا شك في رمضان زي ما حكت الست الوالدة، منصور صاحب لمي، بحب الجمعات، بحب يكون الكل موجود، فغيابه أكيد مؤثر، ولكن لفلسطين مفيد إلنا بالنسبة إلنا وشرف وفخر إلنا غياب منصور، أنه يكون مشان فلسطين مش مشان إشي ثاني. والله أنا وهو داخل السجن ما زال بوجهني إني شو أعمل، معلمة العيلة، وإني ما قصرش بحدا منهم، وهو اللي يعني بدعمني بكل إشي بالنسبة للعيلة، وهو بالنسبة إنا الأب والأخ والابن، هو الهوى اللي بنتنفسه، وهم بميزهم حتى اللي أسمائهم منصور عن باقي أخوتهم. إحنا الآن موجودين في بيت أحد المناضلين القابعين خلف قضبان الاحتلال، الأخ منصور أبو عون، هذا الأسير المناضل الذي أفنى من عمره خلف سجون الاحتلال لكي تبقى فلسطين وراية فلسطين بعاصمتها القدس الشريف بإذن الله عاصمة لدولة فلسطين، ولكي يبقى شعبه وأهله وجيرانه وكل من يحبهم منصور وكل من يحبهم أسرانا داخل سجون الاحتلال كي ينعموا بالحرية. بقول لمنصور إنه إن شاء الله الفرج قريب. منصور إنسان رائع، نموذج الأسير الملتزم الوطني. أنا عشت مع منصور في أكثر من مرحلة، بداية السجن بأكثر من سجن عشت معه بأصعب الظروف اللي هي في بالإضراب، إضراب 2017، إضراب الحرية الكرامة، عشت معه لعدة أسابيع بنفس الغرفة. منصور إنسان ملتزم، نموذج الإنسان الأسير الرائع المناضل الوطني، بتمنى له الفرج وللجميع الأسرى، وإن شاء الله الفرج قريب لهم. أكيد الفرحة بتنقصنا بغياب كل أسير عن بيته مش بس منصور. إحنا كعائلة منصور أول شيء نتقدم بالشكر لإخواننا في هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير على ما ببذلوه دائما، أكيد هم متواصلين معنا.
الشكر موصول، وحقيقة يعني احنا نفخر في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تلفزيون فلسطين، اللي دائما مخصصين الوقت الكافي اللي احنا نسمع أخبارهم ويسمعوا أخبارنا ونتواصل معهم. رسالتنا كعائلة أسير في رمضان، نتمنى من الله الفرج لجميع أسرانا، كل أسرانا وأسيراتنا، كل الأشبال. شكرنا دائما للقيادة الفلسطينية اللي أصبحت أولويات الأسرى أول أولوية وأهم أولوية في أي خطاب سياسي ورسمي لدولة فلسطين. نتمنى جهودهم بالإفراج عن أسرانا. كعائلة اللي نشعر فيه، كل أهالي الأسرى بشعروا فيه أكيد، ممكن أنه يعني في ناس في عائلات أكثر من أسير اثنين وثلاثة وأربعة موجودين، فإحنا بنقول ربنا يكون معهم ويكون لهم معين. الرسالة الأخيرة اللي بحب أوجهها لأصدقاء منصور في السجن، كل واحد في اسمه عشان ما أنساش حدا، كلهم يعني اليوم أصبح إنا أخوي في كل محافظات الوطن، في غزة، في الخليل، في رام الله، في جنين، في أريحة، في طول كرم، في قلقيلي، كل الأسرى أصبحوا إخوان منصور، فبالتالي صار إنا إحنا كعائلة منصور إنا أكثر من بيت في الوطن. والله يا شادي نارك على الظلام وقهادي، هي رصاص المجد فوق القمم لالي، هاي مرجي وزينة بلادي، هاي مرجي وزينة بلادي، وكرمال الوطن وبيرخص الغالي. يد الفدالي عالسند ممدودة، يا مرجي العز وعشاق البارودة، شادي موسى رددها، يلا يا فلسطين وبروحي موجودة، دون تاريخ الكرامة، سجل أروع بطولات، ارجي يا دار الشغامة، أهل الهمة والنقوة. أول إشي كل عام بخير للجميع يا ربي، وإن شاء الله يا ربي نعاد علينا وأسرانا للحرية أكرم إن شاء الله رب العالمين. إحنا صرنا 18 سنة محرومين شادي تقريبا برمضان، و36 تقريبا عيد، يعني طبعا يعني لا ان احنا رمضان ولا عيد، ما ان فارقين يعني، وان اسير في سجون الاحتلال ووضعه وشادي تقريبا وضعه الصحي يعني يعني بيطمنش. اول شيء هو مصاب من الاسر المصابين، وثاني شيء اجته جلطه ب 2019 ب 2009 وبرضه اجته كمان جلطه حاده ب 2020 ب 13/11/2020، نقلوه من سجن النقب ل يعني بطياره للمستشفى، وكان وضعه بطمنش يعني. تقريبا احنا يعني احنا كنا في زياره يومها، ويعني وصلتنا اخبار واحنا في السجن انه يعني تقريبا استشهاد يعني، ربنا الحمد لله نجا من الموت والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. وضع شادي وبالتالي متى اخر مره زرتوه وشفتوه؟ زرنا اخر زياره في مصر سيدنا محمد 7/2 بسجن عسقلان. الحمد لله رب العالمين الحمد لله، بس يعني انه مليح لا يعني، بالنهايه هذا اسير ومسجون ومريض، واحنا بنتمنى الافراج العاجل لكل اسرانا طبعا، وربنا يفرج عليهم كلهم يا رب، والفرج القريب للجميع يا الله، الله يفرجها يا رب عليه. كان يعني اكيد طبعا يحب اكلات امه اكثر شيء المقلوبه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب انه ربنا هيك يفرج عليه قريبا، وربنا يفرجها عليهم كلهم الجميع ان شاء الله، وربنا يفك اسره قريبا ان شاء الله ان شاء الله. بدايه اسمحوا لي اني اعزي اهالي الاسير الشهيد نور البرغوثي، إن شاء الله ربنا يتقبلوا ويسكنوا في جناته، وإن شاء الله هم بيكون الله ربنا بواسيهم وبكونوا في خير. اثنين، بهني أسرانا أجمعين بمناسبة عيد بمناسبة رمضان الكريم، وإن شاء الله أنهم بروحوا مع نهاية الشهر كلياتهم بروحوا عند أهلهم. اثنين، أنا بالنسبة لي كان شادي الحمد لله في 15/2/2004 أصيب من خلال كمين لليهود في رصاصة في رأسه، وأخذوهم من نفسهم على مستشفى رمبم، قعد حوالي شهر في رمبم والرصاصة ما زالت في رأسه لحد الآن. في 2009 أصيب بجلطة وكم تركيب شبكية، في 2012 ركبوا له ركعة على رأسه محل الفتحة اللي كانت للرصاصة، في 7/11/2019 كنا في زيارته في مسجن النقب، أصيب في جلطة قلبية
ووقف قلبه لمدة 3 دقائق، والحمد لله أنه ربنا أشفاه، راح على قاعد في مستشفى سروكة حوالي الشهر، نقلوه بعدها على مستشفى الرملي، والآن هو في سجن عسقلان. علاقته الحمد لله كانت من العلاقة الجيدة، كان طالب في الجامعة في فترة سجنه، وكانت علاقته مع الجميع نحمد الله ونشكره جيدة وممتازة. أنا شغلي واحدة، إمي ما قدرتش تقول يعني إنه شو اللي بكت عن أكله وإشي. أنا اليوم بس أجي بدي أوكل، بحبش أوكل ألحس إصبع، لأنه بكل بحب أوكل الشغلة اللي أصابعي طبين بالأكل فيها علشان أوكلها. إن شاء الله إنه ربنا بيشفيه وبروح لنا سالم يا ربي، وربنا بيفرج عن كل الأسرى. نقول للشادي ولرفاق ضرب شادي هؤلاء الأسرى والذين اكتسبوا المرض نتيجة للتضييق المستخدم بحقهم، متيقنين بالله أولا، متيقنين بإرادتكم الأسطورية ثانيا، متيقنين بأن شعبكم لن يترككم لوحدكم في الميدان، وخاصة بأنكم اعتقلتوا من أجل قضية وطنية لا شخصية. بشهر رمضان المبارك احنا دائما نفقد أولادنا في جميع المناسبات، ولكن في فقدان أولادنا في شهر رمضان غير. العائلة تفقد ولدها عند الإفطار، عند الإفطار يوم تلاقي جميع الأسرة حاضرة، ولكن ولدهم في القيد، ولدهم في السجن. تصير تسأل الأم والأخت، الأم بالذات تسأل وتقول شو بوكل قاعد شادي، شو قاعد بعمل شادي، شو الأكل اللي قدموه لشادي. تتألم على ألم شادي وهو شادي بعيد عنها، وهي بتأكل أمام السجن لكن لم تستطعم في أي لقمة طعام ما دام ولدها في السجن. بقول إن شاء الله إنه أخوي ربنا بفرج عليك، إن شاء الله إنه آخر سنة لكم جوا. يعني أنا شغلي أمي قبل رمضان جزء بأربع خمسة أيام، يعني خرفتنا عن شغلي، قالت سمعت انه في خبر انه احتمال انه في يصير بده يصير صفقه. فبتقول انا بس سمعت هاي الشغله انه حسيت باب سطح الغرفه انفتح، والسماء وشفت السماء انفتحت انشكت على سواء. وكلها ان شاء رب العالمين، ان شاء الله يما انه ربنا اخر سنه لكل الاسرى، مش بس لشادي ولكل الاسرى، انه ربنا بفرجها عليهم ان شاء رب العالمين. هاي الدنيا قاعدة بتنك البضيها 100 كلب بثانية. نعم. إن شاء رب العالمين إنه ربنا بفرجها عليهم بثانية. إن شاء رب العالمين، هذا كله من رب العالمين. إذن تحية لأسرة الأسيرين شادي موسى ومنصور أبو عون، وتحية لكامل عائلات الأسرى في محافظة جنين. ربنا يجمعكم بكامل أحبابكم قريبا محررين خارج غياهب السجون. معنا عبر الخط الهاتفي شقيقة الأسير طارق البرغوثي، الأخت ماهرة البرغوثي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا أخي سامر، مساء الخير، حياك الله. الحضور معك في الاستديو لأهالي الأسرة كلهم. بداية أول شيء بدي أعزي حالنا باستشهاد أسيرنا نور البرغوثي، والله يكون بعون أهله وذويه. بدي أحكي لكل أسرانا ولأبو وديع الحبيب ولكل الشباب، كل أسرة الأسرة في سجون الاحتلال، كل عام وانتم بخير. الله يكون معكم. بعرف الوضع مش سهل حاليا في هاي الايام، فيش زيارات، فيش تواصل، فيش اتصال، فيش كانتينا. يعني الله يكون بعونهم، بس هم دائما انا بقول هم العمالقة في الصبر، اللي هم دائما بتعلم منهم معنى الصبر ومعنى التضحية ومعنى البقاء. فابو وديع حمادة، حبيبنا أبو اللي، كل الشباب في السجن، أبو القسام، البرغوثي، أحمد، كلكم كل عام أنتم بخير. رمضان الجاي، العيد الجاي إن شاء الله بتكونوا معنا، الفرج القريب لكم كلكم إن شاء الله. ماهرة، شو كان يميز طارق برمضان؟ ذكريه هيك إذا بشوفك حاليا. يا ويلي على طارق في رمضان، يعني أول شيء كان تدخلاته مش طبيعية على السفرة، عارف شو، ولمساته على رأيه، هاي اللمسة هيك وهي اللمسة هيك. طبعا ما يقعدش اول واحد، وقضيها كل اذن، كل شوي يطلع على الشيخ وكله اذن طولت.
فهو بتذكر هاي الشغلات يعني. كان صارت تعرف انت كان لما قبل يعني فترة وجوده كان لسه صغير يعني ما كان 19 17 18 سنة، فكان علينا حساب انه طول بدي افطر لحالي يبلش يأذن لحاله هو مرات، فكنا يعني كان عملنا اجواء مش طبيعية في رمضان. ان شاء الله بتلجع هاي الايام كلنا بنجتمع بتكون فكرتنا كاملة بوجودهم يعني بلمة العائلة اللي دائما احنا بنلتقطها كلنا اهل الاكرام حقيقة يعني. موائدنا ناقصة، فرحتنا ناقصة، اعيادنا ناقصة. ان شاء الله الفرج القريب لهم كلهم، وان شاء الله الفرج من عند ربنا بيجي بيجي يا شباب، بس توكل على الله ربنا يفك اسر كامل شبابنا. تحياتنا لحاجتك و نترحم على روح والد الأسير طارق البرغوثي، ومنوجه التحية لكامل أسرانا في سجن نفحة، لهم جميعا كل المحبة وكل التحية. بديش أذكر حدا وأنسى حدا، لهم جميعا رصيد كبير في القلب. خلينا نأخذ عائلة الأسيرة ميس أبو غوش. ألو، مرحبا، يعطيك العافية، كل عام وانت بخير أختي الكريمة. وانت بخير والصحة والسلامة، الله يسعدك يا ربي. الله يخليك. أول إشي بنتمنى الحرية لميس ولكامل أسيراتنا. اليوم فرصة عبر البرنامج إنك تسمعي صوت عائلة الأسيرة ميس لميس. شو حابة تحكي لها لميس اليوم؟ يسعد مساكم جميعكم، مساء الحرية والأحرار لجميع أسيراتنا وأسرانا دون استثناء. الله يرضى عليك يا ميس، الحمد لله إحنا بخير يا حبيبتي، والفرج القريب إلي كل جميع أسيراتنا يا رب. بتمنى تكون في صفقة يعني تطلع كل الأسرة يا ربي، طب تتبدل السجون كلها، ما يضل ولا أسير ولا أسيرة. إحنا بنطالب كل الأسرة 5000 أسير دون استثناء يعني، إن شاء الله تعرف تطلعوا بالسلامة. وبتحكي إنه برمضان والله فرحتنا ناقصة طبعا، لأنه ميس دائما بتكون معنا. رمضان هذا مميز غير شكل يعني. أول إشي سجنة ميس والمرض كورونا، وإحنا خايفين على أولادنا في السجن يعني، إحنا بنطالب إفراج عنهم كلهم. هذا المرض على العالم كله يعني، لحد هلا ما في تحرك إنه يطلعوا جميعهم، بالطالب الجميع يطلعوا. وميس انت بعيوني يا حبيبتي يا أمي، وكل مر سيمر يا أمي، وبتمنى للجميع الفرج القريب إلهم في جميع السجون. وبحب أحكي لها إنه يا ربي يفرجها عليك يا أمي، وبتهون وأنت قدها، بتكوني قوية إن شاء الله، بتكوني قدها بتطلع بتكوني أقوى، بتكمل دراستك وتعليمك يا ربي. يسعد مساك وكلكم، كل احترام لك، كل عام وانتم بألف خير. ومن خلال ما يستحية لكامل أسيراتنا الماجدات داخل سجون الاحتلال، انتم دائما في قلبنا ووجداننا، وان شاء الله قريبة بتكونوا إلى جانب محبيكم خارج غياهب السجون. معنا تحيات لعائلات الأسرة في سجن مجدو وسجن ريمون، لجمال رجوب من أكرم شرقية. عندنا أيضا تحية لعز الدين العطار، لفارس خليفة في سجن مجدو. عندنا من أهل الأسير محمد عمارنة أبو عدي، أيضا بوجه التحية لكامل أسرانا عائلة الأسير محمد عمارنة. معنا حاليا عبر الخط الهاتفي أيضا والدة الأسير البطل حاتم الجيوسي. اهلا وسهلا فيك ام الكريمه. اهلين فيك يا ميت، هلا كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا ربي ويخليكي. ام الاسير حاتم جيوسي، محكوم 6 مؤبدات و55 سنه، موجود في سجن هدريم. بدي ابعث له تحياتي واسواقي، بدي اقول له لا يسعني الا ان اجدد العهد للقادة العظام لابني حاتم والى جميع الاسرى الابطال بزهر الذين ضحوا بزهرة شباب من اجل شعبنا فلسطين. فالمجد كل المجد للشهداء العظام، والحريه لاسرانا البواسل، والشفاء لجرحانا الابطال. الله يسعدكم، الله يسعدك ابو قصي، ابو القسام، ابو يافا، زيد بسيس، احمد فني، عدنان ابو ساري، عمار قزبوز، ابو ربيعه، معتصم رداد، بكر ابو عبيد، وسام الاشقر، ابو هروم، حسام عمر، باهر حضرب، منذر نور. الله يسعدكم ويخليكم، الفرج القريب العاجل باذن الله. احنا والله متفائلين كثير كثير كثير، وان شاء الله قبل العيد بتكونوا عندنا باذن الله تعالى يا رب. تحكي لنا عن حاتم في رمضان يا امي، كيف كان حاتم في رمضان؟ شو اللي كان يميزه على مائده الافطار الرمضاني؟ الله يسعد حاتم، كان يحب كل شيء تغميس، كان يحبه
البامية يحبها، المنزل يحبها، هاي الشغلات كلها كان يحبها ويفضلها عن كل الأكلات. حاتم كان كتير كتير سلس في أكله، طيب في أكله، محترم في أكله، حبيبنا، كان ينور الطاولة الله يسعده، بعد ما كانوا موجود من 18 سنة وإحنا بننتظر في حاتم. يا رب فرزك قريب بإذن الله تعالى. إن شاء الله قريبا حاتم بكون جنبك، وإحنا كلنا حاتم وكل أسير لعائلات أسرانا. كل عام وأنت بخير أمي الكريمة. نرجع مشاهدينا لأسرة الأسير كريم يونس بكلمة أخيرة من نديم ومن والدته. إليك أولا ولكل أسرانا اللي سامعين، نتأمل الحرية لكافة أسرانا، وأهم شيء كمان بهذه الفترة يهتموا في جائحة الكورونا، ينتبهوا قدر المستطاع، واحنا بنستناهم بعد حلول شهر رمضان ان شاء الله، وبعد هذه الازمه ان شاء الله بنتمنى الحريه لجميع اسرانا. تحيه للام ام الاسرين اللي كانت معك في الاستوديو وكل الامهات، وان شاء الله يفرح كل اهالي الاسرى باولادهم ورجعتهم لبيوتهم سالمين، يحضنوا اولادهم زي ما انا حاضن امي، وان شاء الله كريم بقعد محلي وبحضن هذه الام الحنونه اللي صبرت 38 سنه. يا رب. كل احترام لك أمي الكريمة، كل احترام لك نديم. التحية موصولة لأخونا كريم يونس. كلمة أخيرة لك والدة الأسير رمزي ومحمد براش، والدة الأسيرين محمد ورمزي، إيش حابة تحكي تختتمي هاي الحلقة اليوم عبر برنامج عمالقة صبر بالرسالة؟ والله أنا بحب أختمها أنه في يعني من مجرد أنا قاعد في الاستوديو أنه في مع الأهل الأسرى اللي بتكلموا كلياتهم، إني حسيت هيك لمحة أمل إنه إن أبنائنا إنه يكون إن شاء الله يروحوا كلياتهم بإذن الله تعالى، والتشويق الأمهات اللي كلياتهم هم بالشغل لأبنائهم، وكيف إنهم أبنائهم بوكروا، كيف إنه هذا كلهم هذا كلياتهم بإذن الله تعالى إنه ما يمضى علينا رمضان هذا، لأن أبنائنا حضنينا وأنا وعنا قاعدين عنا ونحس فيهم إنهم أبنائنا كأبناء العالم اللي بخارج السجون. كل احترام إليك أمي الكريمة، كل عام وأنت بخير. التحية موصولة لكامل عائلات أسرانا من كامل محافظات الوطن. إن شاء الله بكون رمضان القادم شهر الجمعة لكامل عائلات الأسرى مع أحبابهم وهم خارج غياهب السجون. لم يتبقى لي أنا سامر تيم إلا أن أشكركم جميعا على حسن المتابعة، أودعكم وأذكركم دائما وأنتم تعدون الإفطار اليومي لا تنسوا الأسرى والمصرى. إلى اللقاء.